الحلقة اللي فاتت شفنا البنات في ثوب مختلف تماماً عن الجو الكيوت اللي وصلوا بيه للبيت. وزعنا على بعض المهام، دي هتعمل ايه ودي هتعمل ايه. فتحمست جدا واضطريت ان انا اطلع فوق الكنبة وحط التابلو فوق الكاونتر بالجزمة. احنا اكتر فريق انا بشوف ان احنا بنركز جدا، لاننا كل واحدة فينا دايما عينيها على التانية بتشوف هي ايه اللي ناقصها. فاحنا طبعا قسمنا ما بيننا المجموعة كامل، من كل شخص رح ياخد شيء. لما كنا بنعمل بننقي العفش، مع ان كل واحده ليها ذوق مختلف، بس احنا كتيم يعني قدرنا ان احنا نتفق مع بعض. هدى وفريال وجلسة سمر وضحك وهزار، تفتكروا هتكمل على خير؟ خيار عشا خيار بقالي ساعتين بدور عليكم وقلبي 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 بقالي ساعتين بدور تحس ان رحمة مراقب اعمال. وبدأ التجمع وربنا يستر. فرحة البنات بفرش البيت مش طبيعية، ما سابوش ولا مكان إلا لما قعدوا فيه. ضمأ سينام في الريسبشن. Thank you.
أول مكافأة للبنات كانت التلفزيون بعد ما حققنا المطلوب من إنهم خلال الأسبوعين اللي فاتوا يقعدوا مع بعض يكونوا صداقات يفهموا بعض. وهدى جاتنا دهيتنا فجأة بتقول لنا يا جماعة تعالوا شوفوا في إيه في البيت. فطلعنا لقينا اختراع طبعا تلفزيون في البيت which is حاجة ما كناش أصلا متوقعينها عشان كنا بنمل. أنا ما عنديش مشكلة أقعد بكرة على التلفزيون. يا فرحة ما تمت، ما فيش ريموت والتلفزيون من غير ريموت زي الدولاب من غير هدوم، ما فيش منه فايدة. انتوا شفتوا الاضراب هنا؟ لا في حاجه جايبين كل حاجه مستفيه كوبايات يعني حاجات ايه ده؟ ده لسه حالا لان احنا كنا نازلين نعمل ما كانش في اي ملك واضح انها مش طايقه حد ومش فارق معاها التلفزيون. برافو يشوفوا مره راح ننظفوا ومره يجيبوا العفش وابتدي من غير بلد من غير حاجه من غير حاجه. لا في نفسي بقى سقفا قريب لقت الريموت وبقت اهم واحده في البيت دلوقتي. قعدنا بقى نتفرج على كل حاجه نفسنا فيها، اغاني وافلام وكل حاجه ممكن نعملها في التلفزيون يعني.
كان الوقت ظهر وخشاة حل ضباب على الأرض للثلاثة. بس واضح ان التلفزيون لازم يبوظ النهارده. لو كان بيتكلم كان قال يا ريتني ما جيت هنا، ارحموني. كل مجموعه بنات بيشوف التلفزيون بطريقتهم، هدوء كريستين وملك ودوشه باقي البنات وهم بيتفرجوا. طب ما تقفلوه احسن، واضح ان مفيش نوم النهارده. أسيبكم بقى مع التلفزيون، تصبحوا على خير.